السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحلى إخوات في العالم. شرح اليوم انطلب مني أكتر من مرة، هو طريقة زخرفة الكتابة بأشكال مختلفة. خلونا نبدأ في الشرح مباشر، وكالعادة هسيب لكم جميع الروابط في صندوق الوصف الخاص بالفيديو. هنيجي نفتح التطبيق ده مع بعض. بمجرد ان التطبيق بيفتح معانا هنيجي نضغط على كلمة حسناً، بعدين هنختار تفعيل التطبيق. اول حاجة تفعيل التطبيق، هنيجي نعمل السماح، وبعدين موافق، وبعدين هنضغط كمان مرة موافق بحيث ان هي تتفعل معانا. هنيجي على تاني اختيار، هنختار لغة الكيبورد تكون هي الافتراضية، هختار اللي هي تاني اختيار، وبعدين تالت اختيار. المميز في التطبيق ده ان بيديلك مجموعة من الكيبورد تقدر تختار ما بينهم. تالت اختيار معانا، بنلاقي هنا مجموعة زي ما حضرتك شايف من الكيبورد اللي بتقدر تنزلها او تقدر تختارها. طيب انا هختار كيبورد زي كده، التطبيق جاهز للشغل. هنروح مباشرة على الواتساب. زي ما حضرتك شايف اول ما فتحت الواتساب ظهر معايا الكيبورد الجديدة. طيب بلاقي هنا من فوق بالظبط كده زي ما حضرتك شايف مجموعة من الخطوط، يعني زخرفة واحد زخرفة اتنين. ببتدي اختار كده وامشي لحد ما الاقي الاشكال اللي بتناسب حضرتك. يعني مثلا انا عايز اكتب دلوقتي الكلام يبقى فيه لوب، هاجي اضغط الاول على النمط اللي انا هختاره وهكتب مثلا السلام عليكم، هعمل مسافة وهكتب كده عليكم، وبعدين هعمل ارسال. زي ما حضرتك شايف دلوقتي كتبت السلام عليكم ومرسوم فيها لوب. برضو اقدر امشي كده لو النمط ده يعني حبيت اغيره، هبتدي امشي كده، ممكن اختار نمط زي كده، هكتب مثلا السلام عليكم، هعمل مسافة، زي ما حضرتك شايف دلوقتي هبتدي اعمل ارسال. لو انا حبيت اكتب الكتابة او اكتب الكلام باللون الازرق زي ما حضرتك شايف دلوقتي، كل اللي هاجي اعمله هكتب السلام عليكم، او هغير النمط خالص، يعني هخلي اللغة مثلا كده الافتراضية بتاعت الهاتف، هكتب السلام عشان بس كله يشوفها، وهكتب نقطة، وبعدين عليكم، عليكم، وبعدين نقطة، وبعدين هقلب اللغة او الكيبورد الى انجليزي، وبعدين هكتب تي تي، هكتب حرفين تي تي. احنا عملنا ايه؟ كتبنا السلام وبعدين نقطة وبعدين عليكم وبعدين نقطة وبعدين تي تي. هاجي اعمل ارسال، هيكون بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، الكتابة انكتبت معايا باللون الازرق. ده كان الشرح بكل سهولة، اتمنى ان اكون افدتكم ولو بمعلومة، ولو استفدت بمعلومة ياريت تدعم الفيديو ده بلايك، اشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد، وشارك الفيديو مع اصدقائك علشان الكل يستفيد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.